يا صباح الخير على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من حلقات صباح اون تايم، اكيد هنناقش فيها وهنحلل فيها وهنتكلم فيها عن ابرز واهم المواضيع والاخبار الرياضيه. صباح الخير على اللي معانا. صباح الخير على حضراتكم مرة تانية، والنهاردة هنبتدي كلامنا ومواضعنا برباعي المصري اللي بيشارك في البطولات الأفريقية الأسبوع الحالي امبارح والنهاردة وبكرة كمان، وهيكون عندنا إن شاء الله النهاردة يوم الأحد كمان، لا النهاردة السبت بس معلش لصاحب النوم، النهاردة وبكرة هيكون في مواجهات للرباعي المصري. امبارح بيراميدز ابتدى أول مبارياته قصاد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فأول مشاركة لي كممثل للكرة المصرية في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا. انتهت كمان المباراة بفوز غالي جدا أكيد بهدف دون رد سجله نجم الفريق فخري لاكاي من أسست ولا أجمل من الكونغولي فاستن مايلي في الدقيقة 54 من عمر اللقاء، وده طبعا فوز مهم جدا جدا على فريق كبير وعنده خبرة إن هو بينافس في المنافسات القارية. وأكيد بيحسب طبعا لمستر جيمي باتشيكو إن هو قدر إن هو يخرج بنقط المباراة دي، لسه طبعا عنده مشوار طويل لأن مجموعته فيها سان داونز الجنوب أفريقي بطل دوري السوبر المصري الافريقي وكمان فريق نوازيبو بطل موريتانيا، واكيد كمان المنافسه على تذكرتين التاهل للدور ربع النهائي هتكون لاخر جوله في الدور ده. كمان تعالوا نتكلم عن باتشيكو المدير الفني لبيراميدز قال ايه بعد المباراه دي في المؤتمر الصحفي، ونرجع نشوف معاكم فقراتنا ونكمل معاكم هنا فقراتنا في صباح اون تايم. الأول بس لازم أحيي وأقول شكرا ومبروك وبارك لكل الفرقة، كل الفرقة وكل المجموعة. عايز أقول إن من أول السي أو، من أول رئيس النادي لحد العاملين وكل المجموعات اللي قائمة على النادي وعلى المكسب ده. طبعا المكسب دوت مكسب كبير، مكسب أول ماتش لينا وأول ظهور لينا في بطولة الشامبيونز ليج. المكسب دوت مكسب كبير جدا لأن احنا عملنا شغل كويس، عملنا لعب كويس، كنا بنلعب وكنا بنعمل أداء مظبوط، وكنا يعني الحمد لله ظهرنا بشكل كويس، بكواليتي كويسة، بجودة كويسة، كورتنا كانت باينة وقدرنا نثبت إن احنا نقدر نعمل حاجة في البطولة. خليني اقول ان احنا في المرحله ديت احنا لسه زي البيبيز، زي الاطفال اللي في البطوله. ليه؟ لان احنا اول ظهور لينا، فاحنا بناخدها خطوه خطوه. طبعا الماتش احنا زي ما قلت احنا ظهرنا بمظهر قوي، ظهرنا مظهر كويس. ليه؟ لان اللعيبه نفسها كانوا كلهم بيعملوا اللي عليهم، بيأدوا باقصى حاجه عندهم، وطبعا بينفذوا التكتيك باعلى بافضل طريقه، ومش بينفذوا التكتيك بافضل طريقه بس، لا ده هم كانوا عايزين يكسبوا، هم كانوا بيحاولوا بقدر الامكان ان هم يعملوا اللي عليهم ويزيدوا كمان. طيب ايه اللي احنا محتاجينه دلوقتي؟ احنا اللي انا عايز اقوله ان احنا نقدر ان احنا نعمل زي كده في بقيه الماتشات، نعمل زي كده، زي ده يبقى اكزامبل، ده يبقى مثال من اللي احنا هنبقى بنعمله، ودي نقول ان هي بدايه للبطوله، مش ان احنا لسه احنا كسبنا ماتش واحد، احنا لسه ما كسبناش حاجه، ما كسبناش البطوله. لو كنا حتى خسرنا الماتش دوت ما كناش هنبقى خسرنا البطوله. اللي احنا عملناه ان احنا احترمنا قوه الخصم طبعا،
بس قدرنا نلعب، قدرنا نلعب التكتيك بتاعنا بالطريقة المظبوطة. لسه عندنا ماتشات تانية لازم نكمل فيها بنفس الطريقة اللي احنا لعبنا فيها الماتش بيها الماتش ده، بس واحنا في تواضع واحنا فاهمين ان احنا داخلين على حاجة كبيرة. خليني اقول لك على حاجه، احنا من السنه اللي فاتت في الجزء الثاني من الدوري، الدور الثاني من الدوري، احنا ما كانش معانا لعيبه كتير، كان في لعيبه كتير مصابين، وانا شخص بقى على ارض الواقع دلوقتي. صحيح احنا عندنا مصطفى وابراهيم، عندنا علي، عندنا الكارتي، مش موجودين فعلا، بس انا بعمل ايه؟ اللي احنا عندنا لعيبه كبيره، انا لازم اديهم الثقه. اللعيبه الكبيره ديت بيتمرنوا كويس جدا، لازم نثق فيهم، هم اصلا عندهم القدره ان هم يلعبوا ويعملوا كل اللي عليهم زي ما احنا شفنا النهارده. فاللعيبه ديت لازم ياخدوا الثقه، لازم دايما تبقوا عارفين ان انا واثق في اللعيبه بتاعتي. انا ما باجيش اشتكي واقول ده في لعيبه مصابه، ده انا عندي لعيبه مش موجوده، لا تماما، اللعيبه اللي معايا هي اللعيبه اللي بتلعب، هي اللعيبه اللي انا واثق فيها كلها، الفرقه كلها. وفي حاجه كمان اللي انا عايز اقوله، ان ممكن يكون اللعيبه، انا طبعا متضايق ان اللعيبه المصابه مش معانا، هم لو معانا هتلاقي ان احنا عندنا حلول زياده، هتلاقي ان احنا كنا ممكن نعمل تكتيك مختلف، هتلاقي ان احنا كنا الحلول ديت ممكن نستغلها بزياده شويه في الماتش او في التكتيك نفسه وفي التنفيذ. لكن اللعيبه اللي كانت موجوده ولعبت انا واثق فيهم 100%، وهو دوت اللي احنا لازم دايما نبقى مصدقين فيه، لان انا راجل بشتغل على ارض الواقع ومع الحقائق دي. طبعا مشوار فريق بيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا مش هيكون سهل، لكن طبعا هو فريق كبير بيضم عناصر مميزة جدا وعندها خبرات كبيرة جدا في البطولات الأفريقية، ويقدر ان هو ينافس على لقب البطولة في النسخة الحالية. تعالوا نشوف لقاء مع كابتن محمود فتح الله مدرب عام فريق بيراميدز، ونرجع نكمل معاكم مرة تانية. الحمد لله، يعني فوز مهم لكذا سبب. عندنا غيابات كتير، عندنا نص فرقه غايب، نص فرقه مصابين، لكن الحمد لله اللعيبه اللي موجوده عايز اشكرهم شكر كبير جدا، لانهم لعيبه رجاله متحملين المسؤوليه. بتلعب مع مازيمبي اول ماتش في المجموعه، ودايما اول ماتش في المجموعه بيبقى صعب جدا، فما بالك مع فرقه من اللي بينافسوك، انت مجموعتك اصلا صعبه، فالماتشات اللي على ملعبك لازم تحسمها. فماتش قوي ومع فرقه محترمه، وانت كمان طالع من ماتشين، ماتش الزمالك وماتش سيراميكا خسرتهم، فالامور دي كلها كانت لازم كل حاجه قبل الماتش بتقول الماتش هيبقى صعب جدا جدا، فان انت تلعب بالاداء ده والروح دي، وكنا ممكن نكسب اكتر من هدف، جالنا فرص وكنا ممكن نحسب الماتش اكتر من كده، لكن فوز بالنسبه لنا فوز كبير جدا ومهم جدا. لا، هو اللي هيسهل بالنسبه لنا الامور ان احنا نبص لفرقتنا بس ونتائجنا بس، لو الموضوع في ايدينا. يعني احنا عندنا 3 ماتشات هنا، اولهم النهارده مع مازيمبي وكسبناه، طالعين ماتشين جايين ورا بعض في 7 ايام في خلال اسبوع، ماتشين مهمين جدا جدا، ان شاء الله ربنا يكرمنا. احنا مركزين في البطوله دي جدا، واخدين الامور واحده واحده، واخدينها ماتش ماتش، ما بنفكرش في بعد كده. صفحه مهمه النهارده هنقفلها، عشان عندنا كمان 4 ايام ماتش مع الاسماعيلي قبل ما نروح للماتشين اللي في المجموعه، فان شاء الله احنا ماشيين الامور واحده واحده، وهنحاول بقدر الامكان بس نشوف مين اللعيبه المصابين اللي هيرجعوا معانا الفتره الجايه يقووا المجموعه. النهارده كل اللعيبه اللي ادت واللي لعبت ادت بروح هايله من اول دقيقه لاخر دقيقه. معانا ناس النهارده على الدكه بنعتذر لهم طبعا، لكن واثقين فيهم انهم لو اي حد فيهم كان نزل كان هيأدي وهيكمل شغل زمايله وهيبقى راجل جدا، فالحمد لله. واحد من نجوم فريق بيراميدز الفترة الأخيرة دي، واللي كمان شارك مع الفريق امبارح في مباراة مازيمبي، كريم حافظ. أكيد تعالوا نشوف كريم حافظ قال إيه بعد فوز فريق بيراميدز على مازيمبي امبارح، ونرجع نكمل معاكم فقراتنا هنا في صباح أون تايم. طبعا أول حاجة الحمد لله على المكسب، في أول مرة نشارك في بطولة أفريقيا، المكسب مهم جدا طبعا، وبيدي روح للعيبة، واللعيبة كلها كانت رجالة وعلى قد المسؤولية النهاردة. الحمد لله على الـ3 نقط مهمين جدا في اول ماتش لينا، وده الحمد لله، يعني الراجل كان اشتغلنا على حاجه معينه طول الاسبوع، والحمد لله عملناها كويس واشتغلنا بشكل كويس ونفذنا اللي علينا، وزي انت ما قلت كنا ممكن نقدر نجيب 2 و3، بس الحمد لله اهم حاجه المكسب لينا. المجموعه جامده، يعني مجموعه معانا صن داونز ومازيمبي، الاثنين دول طبعا يعتبروا ليهم تاريخ في بطوله افريقيا وكده، بس زي ما قلت لك ان احنا دي اول مره لينا نشارك في بطوله افريقيا، ويعني اللعيبه كلها عندها روح ان هي تعمل حاجه في البطوله دي ان شاء الله، ومع الجهاز مع الاداره ان شاء الله نحقق حاجه ان شاء الله. يعني الحمد لله عندنا سكواد جامد، يعني عندنا لعيبه في كل مركز، عندنا 2 لعيبه او 3 كمان، فده طبعا ان شاء الله نقدر نحقق حاجه.
ومن الكلام عن فريق بيراميدز ومواجهته امبارح اللي انتهت بنتيجه 1-0 قصاد مازيمبي الكونغولي في دوري ابطال افريقيا، النهارده كمان عندنا مواجهه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي حامل لقب البطوله في مواجهه مدياما الغاني في مباريات الجوله الاولى الساعه 9 مساء، مباراه اكيد على الورق يمكن تكون متاحه بالنسبه للنادي الاهلي لان المنافس الغاني حديث العهد لسه في المشاركات الافريقيه بالتحديد في دوري ابطال افريقيا، يعني تقريبا كده دي اول شركة لمدامة في البطولة، لكن المنافسات الأفريقية عودتنا دايما أنه خلاص مفيش كبير وصغير، وأكيد كل فريق عنده طموحات مختلفة أن هو يشارك في أكبر محفل قاري للأندية. النادي الأهلي اللي استعد المرحلة اللي فاتت دي بقوة لضربة البداية الأفريقية كان عنده بعض الغيابات، لكن لسه عنده برضو كل أوراقه الرابحة على رأسها أكيد الجنوب أفريقي الدولي بيرسي تاو والمهاجم كهربا الجناح المتألق في بطولة أفريقيا حسين الشحات. عايزة كمان أقول أن موقف النادي الأهلي في مسابقة الدوري هو متصدر لترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة متساوي مع فريق بيراميدز، لكن هو لسه عنده مباراة متأجلة قصاد فريق بلدية المحلة. كمان بالنسبة لفريق الشباب بلوزداد الجزائري في مجموعة النادي الأهلي فهو سجل امبارح أول فوز ليه في المجموعة على حساب يونج أفريكانز التنزاني بثلاث أهداف دون رد في الجزائر. تعالوا نشوف كده جزء من المؤتمر الصحفي للنادي الأهلي ونشوف كمان مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي ورامي ربيعة قالوا إيه عن مواجهة مدياما النهاردة، ونرجع نكمل معاكم فقراتنا هنا في صباح أون تايم. أتمنى الفرقة بكرة تكون عندها كامل التركيز والشراسة والإصرار في الجزء الهجومي في الجزء الدفاعي كمان، دول مهمتين اللي احنا عندنا بكرة، الجزء الدفاعي ما يقلش عن أهمية عن الجزء الهجومي بكرة. بنتمنى ان الفرقة تكون في أحسن حال، أنا متأكد ان الفريق مستعد كويس وأتمنى ان هم يظهروا بكرة بالمستوى اللي هما يستحقوه. ما اتكلمناش على النقطة دي بشكل محدد او بالتحديد، لكن طبعا اتكلمنا على اهمية البطولة، اهمية الدخول في البطولة، اي بطولة واحد بيخش فيها في الاول لازم يدخل فيها بقوة وبجدية وبإصرار في البداية بالذات، ولكن في النهاية لا انت قدامك منافس، المنافس قدامك برضو عنده دوافع عنده رغبة عايز ياخد منك نقاط، كل دي عناصر بتبقى في الاعتبار، لكن احنا بكرة ان شاء الله عايزين نكون اكثر ذكاء، عايزين نكون عندنا اكثر اصرار، عندنا جمهور في ظهرنا لازم ان احنا نروحه مبسوط، لازم نعمل كل حاجة عشان ان احنا نظهر بمظهر بكرة كويس وان احنا نعمل نتيجة كويسة تسعد الجماهير. طبعا احنا عارفين ظروف استاد القاهرة ان هو مغلق، وجهة نظري ان للأسف استاد القاهرة بيتلعب عليه ماتشات كتير زيادة عن اللزوم، بيلعب عليه فرق كتير زيادة عن اللزوم، المفروض ما يتحملش على استاد كل العدد ده من الفرق، لكن مش في ايدي. لسه كان لازم يتقفل عشان الصيانة للأسف بيقفلوه في وسط ما احنا في وسط موسم في وسط ما احنا شغالين، عندنا ماتش في دوري الأبطال اللي هو المفروض أعلى مستوى المفروض بنلعب فيه، بيضطر إن أنت ما تلعبش على الملعب اللي أنت متعود عليه أو الملعب بتاعك، كل ده بسبب التحميل الشديد اللي بيتعمل على استاد القاهرة، بنيجي هنا بنلاقي برضه التحميل على الاستاد هنا كمان كبير لأنه كله نقل على هنا في الآخر. للأسف الملاعب مش أحسن حاجة حاليا اللي احنا نقدر نلعب عليها أو مش بتساعدنا، لكن هي دي المعطيات اللي قدامنا ولازم نشتغل عليها، وبنتمنى إن احنا نرجع بسرعة لاستاد القاهرة. طبعا الموضوع مش زي أوروبا إن الواحد يقدر يحصل على معلومات بشكل غزير أو يشوف أي فرقة في أي وقت في أي حاجة، ده مش متاح هنا بنفس القدر، لكن أنا وده طبعا بيعطل شوية عملية التحضير والتحليل، لكن أنا حصلت على ثلاث مباريات كاملة للفريق، قدرت إن أنا أتفرج عليه كويس، قدرت إن أنا أحاول إن أنا أطلع منه أحسن أكبر قدر من المعلومات بحيث إن أنا أقدر أديها للعيبة إنها تبقى معاها معلومة كافية عن الفرقة وطريقة لعبها وشكلها ونقاط قوة والضعف، فده هنقدر نتكلم فيه مع اللعيبة. لكن زي ما قلت لحضرتك الموضوع مش زي أوروبا إن أنت تقدر تحصل على المعلومات بنفس السهولة. بالتأكيد لو الواحد بيسألني على اللي أنا نفسي فيه، نفسي طبعا اللعيبة تبقى معايا طول الوقت، كلهم سلام كلهم طول الوقت معايا، لكن إحنا فريق كبير وبالتالي عندنا لعيبة دولية كتير، اللعبة الدولية مش المصريين بس، كان عندنا كمان لعيبة دولية من جنوب أفريقيا أو مالي، بيبقى كمان غير للأسف كمان بيتم حساب الماتشات بوقت ضيق جدا بين الماتشات الدولية أو التوقف الدولي وبين الماتشات بتاع دوري الأبطال، كل مرة بنتعرض نفس المشكلة دي مع وجود الطيران وتأخير الطيران، اللعيبة بتيجي متأخر، فكل ده طبعا بيعطل الأمور، لكن إن احنا عندنا لعيبة عندها خبرات كبيرة عارفة تتعامل مع المواقف ده، تتعامل مع المواقف ده كتير قبل كده. كمان بيبقى قراري في الاخر انا بفكر ساعات ان بعض اللعيبه اقول طيب هل اريحه ان انا ما ينزلش من الاول او ان انا اريحه الماتش ده اديله يومين ثلاثه كمان بحيث ان انا عشان ما يقعش مني الماتشات اللي بعد كده،
بفكر في المستقبل كمان. كل ده بيبقى قراري، لازم كل بحث كل ده مع بعض عشان اقدر اعمل قرار سليم. برحب بيكم طبعا النهارده، ودعواتكم ان شاء الله في المباراه بكره، وان شاء الله المباراه بكره تمشي زي ما احنا عايزين باذن الله. لو الماتش اتاخد بثقه زياده بيبقى بيتقلب ضد الفريق اللي بياخده بثقه، دي في الكوره مش موجوده. يعني كل ماتش بتدخله بان انت عايز تاخد الثلاثه بونت في الاول، وتركز ان ده زي ما الراجل قال ان دي اول ماتش في البطوله، فبالنسبه لك انت بتبقى عايز تحقق الماتش زي ما مطلوب منك باداء وتفرح جمهورك، وفي نفس الوقت تاخد الماتش زي ما انت عايز. فالثقه الزياده دي مش موجوده في لعيبه الاهلي. انت بتاخد الماتش ان انت بتبقى بتركز عايز تجيب الثلاث نقط، وده بس اللي بتبقى مركز عليها. وشهدت قائمة النادي الأهلي لمباراة مديامة الغني عدد من الغيابات زي ما تكلمنا، وده بسبب الإصابات. بيتغيب خالد عبد الفتاح ومودست ومتولي وعلي معلول وكريستو ونيدفيد وحمزة علاء وعمر السولية، وبتضم قائمة النادي الأهلي في حراسة المرمى الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، في خط الدفاع كريم الدبيس، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، محمد هاني، كريم فؤاد، وفي خط الوسط أليو ديونج، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، حسين الشحات، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، وفي خط الهجوم محمود كهربا وصلاح محسن. فريق مديامة الغاني هو بطل الدوري الغاني في النسخة الأخيرة، وبفرق 5 نقط عن الوصيف، يعني أنهى المسابقة دي قبل ما تنتهي. ده غير طبعا أن هو النسخة الحالية أطاح بحرية الغاني بالفوز عليه بنتيجة 3-1 ذهاب، والخسارة كمان 2-1 في كوناكري. وأكيد ده عنده رغبة كبيرة جدا في أول مشاركة وقصاد بطل أفريقيا أن هو يرجع بنتيجة إيجابية. تعالوا نشوف جزء من المؤتمر الصحفي لفريق مديامة الغاني، وكمان تصريحات إيفانز دوتي المدير الفني للفريق، ونرجع نكمل معاكم فقرتنا هنا. في الأول حابب أشكر مصر على الاستضافة دي. ثالث مرة أكون متواجد هنا في مصر، وأنا فعلا سعيد أن أنا متواجد. الاستقبال، الاستضافة، الإقامة، الإعاشة، حتى المواصلات والتنقلات بتاعتنا، كل دي ممتازة من ساعة ما جيت لغاية دلوقتي، فأنا فعلا سعيد جدا. بالنسبة لمباراة بكرة، فإحنا جايين وعارفين أن النادي الأهلي هو عملاق أفريقيا وهو رقم واحد في أفريقيا. بالنسبة لنا إحنا نعتبر مبتدئين بعض الشيء، ولكن إحنا جايين عارفين مباراة بكرة كويس قوي. إحنا هنبين قدراتنا وهنبين إحنا مين في ماتش. كمدير فني أنا أصلا اتكلم ان انا حابب ان انا اشوف بكره الملعب ممتلئ عن اخره من جماهير النادي الاهلي. الكوتش وضح ان هو في حاجات معينه هو هيعتمد عليها، وهو بيأكد ان هو زي عنده اسراره الخاصه اللي هيستعد بيها ويواجه النادي الاهلي. هو جمع المعلومات الكافيه عن الخصم، وبالنسبه له من النقاط المهمه النقطه الاولى القائمه اللاعبين اللي هيلعبوا المباراه، والنقطه الثانيه نظام اللعب نفسه. هيركز على كل لاعب هيكون في مكانه، انه كل لاعب هيشارك في مركزه ازاي. فهو مستعد كويس قوي للنادي الاهلي، وهو نفسه عنده استعداده الخاص وتحضيره للمباراه. ان هو كمدير فني بالنسبه له عادي يلعب على اي ملعب، مفيش اي ضغط على الاطلاق بالنسبه لي او للاعبين. هم جايين ومستعدين للنادي الاهلي ومستعدين كويس قوي لمباراه بكره. هو درب ولعب ماتشات كتير جدا سواء في غينا او خارج غينا، وهو دي كره القدم، لعب في ملاعب كتير قوي. فهو جاي هو واللاعبين ومستعدين لمباراه يوم السبت ان شاء الله. مباراه الغد زي اي مباراه كره قدم هيكون 10 لاعبين امام 10 لاعبين، باستثناء طبعا حراس المرمى، او زي ما بيقال في كره القدم 11 قدام 11. فهو عارف انه النادي الاهلي هيكون اسلوبه بكره اسلوب هجومي. الكوتش هو كمان مش هيعتمد على الدفاع، لا بالعكس، استراتيجيته او سلاحه او السر اللي هيكون في مباراه بكره انه الدفاع هو اللي هيؤدي للهجوم، اثناء المباراه. فهو مش هينزل يدافع بس، بالعكس هيكون دوره ان هو باستراتيجيته في المباراه ان هو يمنع النادي الاهلي من اي فرص هجوميه او فرص انه النادي الاهلي يجيب بيها اهداف. قد ايه هو ولاعيبته مستعدين، اللاعبين جاهزين تمام الجاهزيه لمباراه بكره. وبالنسبه لتحضيره للمباراه، فهو بيستخدم الخمسه حروف W في اللغه الانجليزيه المتعلقه بادوات الاستفهام فيما يتعلق بالمباراه، عن المباراه هتكون فين، هتكون امتى، مين اللاعبين، وبيختم بحرف الاتش اللي هو هاو، عن كيفيه استعداده هو ولاعبينه للمباراه. هي دي طريقته في الاستعداد للمباراه دي. هو عارف انها هتكون مباراه مهمه امام عملاق افريقيا، ولكن هو جاهز ولاعيبته كمان جاهزين للمباراه. خلينا نشوف ونتابع مع بعض المواجهة الأولى للنادي الأهلي في الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا قصاد مديامة الغاني. لكن دلوقتي تعالوا نروح لتقرير عن المواجهة دي، مواجهة الأهلي ومديامة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
يعود النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر لاستئناف موسمه الكروي 2023-2024، وذلك بمواجهة فريق ميديام الغاني لحساب الجولة الأولى لدور المجموعات من دور أبطال أفريقيا. ويدخل الأهلي مباراة ميدياما بحثا عن أول فوز له في مرحلة المجموعات ليمهد له الطريق نحو اللقب 12 في تاريخه، ويعيد الروح والمعنويات للاعبين لطي الأداء الباهت الذي ظهر عليه قبل فترة التوقف الدولي والتي أدت لإقصائهم من نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي، وهو ما يسعى لاعبي الأهلي لإنهائه لمصالحة الجماهير التي تأمل في رؤية انتصارات القلعة الحمراء دائما. الأهلي يدخل مواجهة الليلة وهو البطل التاريخي لبطولة دوري الأبطال بأحد عشر لقبا آخرها النسخة الماضية، وهو المتوج باللقب 3 مرات في آخر 4 مواسم، فضلا عن أن الأهلي يسعى لتخطي دور المجموعات للمرة 5 على التوالي والوصول إلى النهائي للرقم نفسه على التوالي. الأهلي يسعى بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر لتدارك أخطاء اللاعبين والعودة بقوة في لقاء ميدياما، خصوصا وأنه على ملعبه الأهلي والسلام وأمام جماهيره استعدادا للتحديات القوية المقبلة، وعلى رأسها بطولة السوبر المصري ومونديال الأندية. رغم أن هذه المواجهة هي الأولى التي تجمع بين الفريقين، إلا أن الأهلي يمتلك تاريخ كبير من المواجهة مع الفرق الغنية آخرها مع تشيلسي في نسخة 2012 في دور المجموعات، وتوج بها الأهلي وقتها 16 مواجهة حملت تفوقا أحمر طفيفا ب6 انتصارات مقابل 5 هزائم ومثلهم من التعادلات. فهل يواصل رجال المدرب مارسيل كولر التفوق أم للفريق الغني رأي آخر في ضربة البداية بمرحلة المجموعات؟ أكيد كل التوفيق بنتمناه لممثلي الكرة المصرية في بطولة دوري أبطال أفريقيا. امبارح فاز فريق بيراميدز زي ما حضراتكم عارفين في الدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا قصاد مازيمبي، والنهاردة كمان أكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في مشواره في هذه البطولة اللي أكيد هو حامل لقبها من النسخة اللي فاتت. تعالوا نروح للعبة ونشوف سؤال حلقتنا النهاردة هيكون عامل إزاي. في رأيك مين يقود هجوم النادي الأهلي في مواجهة ميدياما النهاردة؟ أكيد هنستنى إجابة حضراتكم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقنوات أون تايم سبورتس، وإن شاء الله في نهاية حلقتنا النهاردة نستعرض معاكم أهم وأبرز الإجابات اللي هتوصل لنا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. اتكلمنا عن الممثلين للكرة المصرية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، تعالوا بقى نتكلم سريعا برضو عن مواجهة بكرة للثنائي المصري نادي الزمالك ونادي فيوتشر في بطولة الكونفدرالية الأفريقية. مودرن فيوتشر هيبتدي أول مواجهاته بكرة قصاد سبورت أو سوبر سبورت إلى جنوب أفريقي، مباراة مش هتكون سهلة أكيد على فيوتشر لأن أندية جنوب أفريقيا عندها دايما خبرة في المباريات الأفريقية المختلفة وليهم كمان أسلوب واضح جدا في طريقة لعبهم. فيوتشر في النسخة الأخيرة ظهر بشكل كويس جدا لكن للأسف كان ودع المنافسات في مرحلة دور المجموعات بعد ما كان قريب جدا أنه يتأهل في مجموعة قوية ضمت معاه بيراميدز والجيش الملكي المغربي. موقف فريق فيوتشر في الدوري المصري لسه هو في المركز الثالث معاه من النقاط 12 نقطة. أكيد كل التوفيق لمدرب ريكاردو فورميسينو مدرب فريق فيوتشر ونجوم الفريق إن هم يحققوا أول مكسب ليهم في مرحلة دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية. من فيوتشر نروح للزمالك، الزمالك هيلعب بكرة مع أبو سليم الليبي حديث العهد برضو في المشاركات القارية. نادي الزمالك استعد كويس جدا للمباراة دي وإدارة كمان النادي خصصت 30 حافلة ينقلوا جمهور نادي الزمالك لملعب برج العرب عشان أكيد يكونوا بيساندوا الفريق هناك. نادي الزمالك معاه في المجموعة مع أبو سليم الليبي سوار الغيني وفريق كمان سجرادة الأنجولي. أكيد كل التوفيق بنتمناه بكرة للفارس الأبيض ومدربه كابتن معتمد جمال في ضربة البداية في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية. نرجع مرة تانية للنادي الأهلي وفي تصريح بيخص النادي الأهلي. التصريح ده جاي من رئيس نادي الاتحاد المنستيري اتكلم فيه عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع هشام بكار ظهير أيسر الاتحاد المنستيري التعاقد معاه الفترة اللي جاية دي عشان يكون بديل لعلي معلول زي ما تقال في الأيام الأخيرة. قال أمير الحيزم هشام بكار في محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية والتونسية ولم تلقى أي عرض من النادي
النادي الأهلي قد يكون هناك تواصل مع وكيل هشام بكار. أضاف كمان وقال هشام بكار من ناشئين اتحاد المنستيري وعقده مستمر معنا لحد 2025، ولكن لا يوجد لدينا مشكلة في الدخول في مفاوضات لبيع اللاعب بشرط وجود عرض بيليق بهشام بكار وبالاتحاد المنستيري. قال كمان هشام بكار هو مستقبل الجبهة اليسرى في تونس وهيكون خليفة علي معلول في المنتخب التونسي وبيتمتع بإمكانيات كبيرة. وكمان قال إن هو ما فيش أي عرض رسمي حاليا بالنسبة للاعب، ولكن في اتصالات من نادي في بلجيكا ونادي تاني في تونس بشأن التعاقد مع هشام بكار الفترة القادمة. تعالوا بقى نروح معاكم لموضوع تاني، وكل نادي حقق بطولات فهو أكيد يعني عنده جمهور بيكون ليه ذكريات مع كل بطولة، وبتختلف طبعا آراء الجماهير في أفضل بطولة حققها الفريق بتاعه. عشان كده سألنا الجمهور في الشارع عن رأيه في أفضل بطولة حققها فريقه، فتعالوا نشوف كده رأي الجمهور في سؤال حلقتنا النهاردة عامل ازاي، ونرجع نكمل معاكم. قول انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. تفتكر ايه اغلى بطوله فاز بيها الزمالك؟ دوري ابطال افريقيا كان في سنه 2002، كان جول لتامر عبد الحميد من نص الملعب قدام الرجاء. النهائي مع الزمالك، جول القاضيه مع قفشه، دي اجمل بطوله في حياتنا ومش هنعيش زيها تاني بصراحه. مهما خدنا بطولات، الاهلي خد بطوله افريقيا، دي اجمل بطوله هنشوفها وخلاص انتهت بعد كده. دوري ابطال افريقيا 2002 حدث تامر عبد الحميد في الرجاء. لا يعني دوري ابطال افريقيا هو ليه طبع خاص طبعا، ومش اي الفرق الكبيره بس اللي هي بتبقى حاجه ليه رونق غير اي بطوله تانية في افريقيا او دوري او حاجه زي كده، فكان حاجه كويسه يعني الواحد كان فرحان بيها. بالنسبه لي اغلى بطوله فرحت بيها جدا اللي كسبنا فيها استفاكسي هناك، هو 2020 في القاضيه في الزمالك، قفشه جاب جون في الزمالك وفوزنا بيها. اغلى بطوله في الاهلي هي افريقيا، دوري ابطال افريقيا 2002 تامر عبد الحميد. اغلى بطوله للزمالك اكيد يعني. 2020 قضية ممكن بتاعت قفشه، بصراحه كانت من احسن البطولات اللي ممكن نكون شفتها للاهلي. بطوله ابطال افريقيا 2002 طبعا بهدف الشهير كابتن تامر عبد الحميد في مرمى الرجاء. الكونفدراليه 2018 2019 كان بالنسبه لنا بطوله مهمه، بحس ان هو كان غياب افريقي اللي طول فتره كبيره من 2002 عن البطولات القاريه، فدي كانت غاليه علينا شويه. دوري ابطال افريقيا جون محمد عبد المنعم في الوداد، بطوله الوداد اللي هي السنه اللي فاتت، ان الاهلي هدف محمد عبد المنعم اللي جابه في الوداد. الكونفدراليه 2019 عشان كنا بقالنا كتير ما خدناش افريقيا من 2002 طبعا، فكانت بالنسبه لنا بطوله صعبه وبطوله برضو افريقيه ومهمه. أكيد لسه كلامنا كتير وموضوعنا النهاردة كتير، ولكن هنوصل معاكم للفاصل ده ونرجع من الفاصل نكمل بقية فقراتنا هنا، خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا هنا في صباح اون تايم، وبنوصل معاكم من الكلام عن البطولات الافريقيه تعالوا بقى نتكلم عن المنافسات الاوروبيه. وبعد فتره التوقف الدولي اكيد كلنا نفسنا ان احنا نشوف مره تانية المنافسات الاوروبيه، دوري الابطال، البريمير ليج، الليغا الاسبانيه، البونز ليجا، ونرجع نتابع كمان نجومنا المحترفين في اوروبا زي محمد صلاح، النني، مرموش، مصطفى محمد وتريزيجيه. ابرز بقى مباريات النهارده في الدوريات الأوروبية هنلاقي في الدوري الإنجليزي في الجولة 13 مانشستر سيتي على ميعاد الساعة 2:30 مع ليفربول، ونيوكاسل على ميعاد مع تشيلسي الساعة 5، وبرنتفورد مع أرسنال هيكون على ميعاد الساعة 7:30. نروح معاكم لأبرز مباريات النهاردة في الليجا الأسبانية في الجولة 14، راي فايكانو الساعة 3 هيكون على ميعاد مع برشلونة، وفالنسيا كمان مع سيلتا فيجو الساعة 5:15 مساء، أتلتيكو مدريد هيكون على ميعاد مع ريال مايوركا الساعة 10 مساء.
الدوري الإيطالي الجولة الـ13 الساعة 7 مساء، أتلانتا هيكون على ميعاد مع نابولي، والساعة 9:45 ميلان مع فيورنتينا. كمان النهاردة هو كلاسيكو من أهم وأقوى مباريات أوروبا في الفترة الأخيرة، قمة بكل ما تحمله الكلمة دي من معنى، مانشستر سيتي في مواجهة ليفربول في ملعب الاتحاد في إطار مواجهات الجولة الـ13 من منافسات دوري الإنجليزي الساعة 2:30، مباراة كبيرة جدا لأن هي جاية في توقيت بيشهد تنافس كبير جدا على لقب البريمير ليج أو الدوري الإنجليزي ما بين 4 أندية قريبين جدا من بعض، مانشستر سيتي، ليفربول، أرسنال، وتوتنهام. ومانشستر سيتي مع مدربه جوارديولا ونجومه كمان هالاند وبرناردو سيلفا وفودن وجوليان ألفاريز معاه 28 نقطة في صدارة جدول الترتيب. في المقابل هنلاقي أن ليفربول مع مدربه يورجن كلوب ونجومه كمان صلاح ودياز وفاندايك ونونيز في المركز الثاني ومعاهم 27 نقطة. هداف السيتي هو هالاند بيسجل 13 نقطة هدف عفوا حتى الآن. هداف ريدز أكيد هو نجم محمد صلاح ومسجل لغاية دلوقتي 10 أهداف. في كل الأحوال أكيد هي مواجهة كبيرة جدا ومنتظرة، وإحنا أكيد كلنا يعني مستنين إن إحنا نشوفها النهاردة، وأكيد طبعا يعني بطبيعة الحال بنتمنى كل التوفيق لنجمنا المصري صلاح. تعالوا بقى نشوف معاكم جزء من المؤتمر الصحفي لمباراة المان سيتي وليفربول وبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي اللي اتكلم عن التهم الموجهة لناديه بخرق القواعد المالية، وكمان يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول واللي اتكلم عن المباراة. ونرجع نكمل معاكم في الفترة الأخيرة، يعني نقدر نقول في آخر 4 أو 5 سنين بدأنا نحن نشوف أكتر من لاعبة مصرية محترفة أو بتخوض تجربة الاحتراف الخارجي في كرة القدم، منهم أكيد سارة عصام واللي لعبت في ستوك سيتي الإنجليزي، سامية آدم كمان واللي لعبت لفترة في نابولي الإيطالي، وده أمر إيجابي جدا ومطلوب كمان إن احنا نشوف أكتر من لاعبة مصرية بتخوض تجربة الاحتراف. عشان كده التقرير اللي جاي ده عملنا فيه بعض اللقاءات مع المسؤولين في نادي وادي دجلة عن كرة القدم النسائية، وهم طبعا يعني الحقيقة من أكثر الأندية اللي بتهتم بقطاع كرة القدم النسائية، وده من زمان جدا، وفي الفترة الأخيرة كمان كسبوا بطولة السوبر بالفوز على توت عنخ آمون. كمان تم إسناد مهمة تدريب الفريق للمدربة الأفريقية شالين بايسون من جنوب أفريقيا عشان تكون هي أول مدربة محترفة بتقود تدريب فريق لكرة القدم النسائية في مصر. خلونا نشوف التقرير ده ونقرب أكتر من نشاط كرة القدم النسائية في نادي وادي دجلة. قطاع الناشئات قطاع مش موجود في كل الفرق في مصر، ده سبب من ضمن أسباب نجاح وادي دجلة. قطاع الناشئات اللي بيدعم الفريق الأول طول الوقت وبيدعم المنتخبات ومنتخبات الناشئات طول الوقت، ده جاي من البداية من سنة 2007 كان في فريق أول بس، بدأنا كان في أكاديمية خاصة صغيرة، بدأنا اللي احنا نعمل قطاع ناشئات أو فريق ناشئات أولا كان تحت 20 سنة بس، كان مختلف الأعمار يعني ممكن تلاقي حد 10 سنين تلاقي 12 سنة تلاقي 15 سنة، كان فريق واحد. بدأنا نقسمهم نعملهم لغاية ما بدأوا فرقتين، بدأنا نقسم أكتر بدأ لغاية ما بدأوا يبقوا 3 فرق ناشئات. النهاردة بنتكلم في 5 فرق ناشئات أخرهم فريق مثلا تحت 2015، دي الخطة اللي احنا شغالين عليها، بنقوم فريق 2015 بما فوق يعني 17-18، وده اللي احنا بنشتغل عليه من دلوقتي. كرة القدم دلوقتي بقت منتشرة، دلوقتي الكرة النسائية بقت معروفة أكتر، الدعم بتاعها الفترة اللي جاية هيبقى فيه اهتمام أكتر من الدولة ومن الأندية في مصر والاتحاد الأفريقي اللي هو أكبر الأندية، فهتلاقي فيه انتشار للعبة وفي هي جاية يعني إن شاء الله هتيجي أقوى من الأول يعني. أولا أنا لسه ماسك القطاع الجديد قطاع الناشئات كمخطط أحمال ومدرب لياقة بدنية، وده فكر الإدارة الجديد إن لازم يبتدي يطور في الناشئات، وإحنا الحمد لله عندنا قطاع ناشئات قوي جدا جدا في نادي وادي دجلة، وحتى فريق 2009 كويس جدا جدا، والفرقتين 2009 و2004 اللي هم الفرقة دي 2004 متصدرين الدوري بتاعهم بالعلامة الكاملة بكل ماتشاتهم فوز وبأداء جيد جدا وخطط يعني الحمد لله عندنا ميزة ان الخطط تتلعب في الناشئات في 2009 هي اللي في 2004 هي الفريق الاول، لانه كنا احنا مسكين الاول قبل كده للفريق الاول، فنفس الخطط موجودة ومشينا عليها ويعني دي حاجة كويسة.
بالمواهب الموجوده طبعا بتبشر بحاجه كويسه، بس هي ناقصها بس الاحتكاك الافريقي والدولي، وان الاتحاد نفسه يبقى هو مهتم طبعا دلوقتي، بس مهتم مؤخرا يعني، قبل كده ما كانش نفس الاهتمام ده. فاحنا انا بقول احنا متاخرين عن بلاد زي المغرب مثلا، يعني المغرب متقدمه عننا بحبه كويسين يعني اكتر، بس احنا ابتدينا نهتم، ودي نقطه مهمه، لان الانديه نفسها ابتدت تهتم، وابتدت في انديه تانية منافسه لوادي دجله، بعد ما كان وادي دجله محتكر كل البطولات، لا ابتدت انديه تانية تنزل الساحه كفريق اول او ناشئات، فده اعتقد اللي في صالح كره قدم نسائيه في مصر. دلوقتي طبعا الدوري بقى فيه المنافسه قويه جدا، في فرق خلاص بقت بالطعم، وفي اختيارات بقت قويه بين الانديه كلها، والانديه الدوري كره القدم النسائيه بقى فيه اهتمام من فرق كتير، فطبعا المنافسه بتبقى قويه. طبعا دجله طول عمره متعود ان احنا بنلعب على مركز اول، والحمد لله اول ثلاث ماتشات احنا كسبينهم، وان شاء الله نفضل باستمرار اول. دول معظمهم 2007، معظم ناس 2004 متصاعدين فريق اول، والحمد لله دي خطوه بتبقى في دجله دايما، ان احنا مش بنشتري من لعيبه من بره، لا احنا دايما براعم وبعد كده ناشئات وبعد كده فريق اول، فدايما دجله منظومه دجله بتبقى اعتمادها كلي على الناشئين. أكيد الملف في غاية الأهمية، وزي ما اتكلمنا في بداية موضوعنا النهاردة فيما يخص الكرة النسائية، أكيد بنتمنى إن احنا يكون عندنا محترفات مصريات أكتر من اللي موجودين في الوقت الحالي، برغم طبعا إن في الوقت الحالي كمان يعني العدد مش قليل، ولكن نتمنى إن احنا يكون عندنا نماذج أكتر من كده في كرة القدم النسائية فيما يخص المحترفات المصريات. طيب تعالوا بقى نروح معاكم دلوقتي لفقرتنا الإخبارية، وهي فقرة On Fire News. هنبدأ On Fire News النهاردة من أخبار النادي الأهلي وموقف رضا سليم لاعب النادي الأهلي من المشاركة مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية في السعودية، وبشكل رسمي اللاعب مش هيقدر أنه يلعب مباريات الفترة اللي جاية دي، وده بسبب عدم التئام الكسر في عظمة الترقوة. رضا سليم مش هيقدر أنه يخوض كأس العالم للأندية، كمان التئام العظمة محتاج ان هو ياخد من وقت من 3 لـ5 شهور حسب قابلية العظم كمان للبرنامج العلاجي. إصابة اللاعب صعبة جدا، وده نظرا لان هي يعني بتعتبر تهشم في العظمة، لان قبل كده تعرض لإصابة سابقة في الكتف، في يمكن ده كان من 5 سنين. لسه مع النادي الاهلي، وقفل مسؤولين النادي الاهلي ملف ضم يحيى عطيه الله لاعب الوداد المغربي ومنتخب المغرب، بعد يعني ما كان في بعض الوكلاء عرضوا على اداره النادي الاهلي خلال الايام اللي فاتت دي اللاعب عشان يتمموا التعاقد معاه ويدعموا مركز الظهير الايسر في يناير اللي جاي، وارجعت كمان اداره النادي الاهلي فكره الغاء التعاقد مع اللاعب لعده اسباب، منها ان سنه خلاص يعني قرب من ال30، بالاضافه كمان ان النادي هيضطر ان هو يستغني عن واحد من اللعيبه جانب بسبب عدم وجود مكان في القائمة، عشان كده رجحت الإدارة كافة اللعيبة المحليين في يناير اللي جاي في مركز الظهير الأيسر. ومن أخبار النادي الأهلي تعالوا سريعا نروح لنادي الزمالك. نادي الزمالك كشف عن تفاصيل العرض المقدم من نادي أحد السعودي لضم أحمد فتوح لاعب فريق نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية اللي جاية. نادي أحد قدم عرض بقيمة 1.5 مليون دولار عشان يتعاقد مع أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية اللي جاية، ولكن تم رفض العرض المقدم من جانب النادي السعودي للحصول على خدمات اللاعب. نادي الزمالك طلب ان هو يحصل على مبلغ 2.5 مليون دولار عشان يوافق على رحيل احمد فتوح. النادي السعودي بيتفاوض مع ادارة نادي الزمالك عشان يحصلوا على خدمات اللاعب بشكل رسمي في يناير اللي جاي، وبينتهي كمان عقد فتوح مع نادي الزمالك في نهاية الموسم الجاري، وبيحق ليه ان هو يرحل عن النادي في يناير المقبل. مشاهدينا نطلع دلوقتي لفاصل ونرجع ونستقبل ضيفنا النهارده كابتن عمرو الحديدي نجم نادي الاهلي السابق.
رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا هنا في صباح اون تايم، وبنستقبل ضيفنا النهارده كابتن عمرو الحديدي نجم النادي الاهلي السابق. يا صباح الفل عليك يا كابتن. صباح الفل يا شيما، منورنا اكيد، ودايما بكون سعيده بوجودك معانا. ربنا يخليك، انا بكون اسعد مع حضرتك. اكيد عندنا النهارده كلام كتير جدا بيخص الرباعي المصري، سواء نادي الاهلي، نادي الزمالك، فيوتشر وبيراميدز، ومشاركتهم في البطولات الافريقيه، سواء في بطوله دوري ابطال افريقيا بالنسبه لبيراميدز ونادي الاهلي، او في الكونفدراليه الافريقيه بالنسبه لنادي الزمالك ولفريق فيوتشر. تعالى نتكلم الاول عن بيراميدز وعن مواجهته امبارح كانت قصاد فريق مازيمبي الكونغولي. خلينا نتكلم عن اللقاء اللي انتهى بنتيجه 1-0 لصالح فريق بيراميدز، والبدايه الموفقه في مشواره في دوري ابطال افريقيا. بص يا شيماء، يمكن انا كنت في احد القنوات امبارح قلت الاقرب للمنافسه للحته دي هيبقى بيراميدز. من البدايه هو حاطط لنفسه تارجت معين ان هو يحقق يبقى اول المجموعه، يدي انذار شديد اللهجه لكل الفرق اللي هيقابلها في مجموعته. البدايه والتملي بتبقى مهمه جدا لاي فرقه بتشترك في افريقيا او في كونفدراليه، وبالذات بيراميدز اول مره يشترك في افريقيا. البدايه دي مهمه جدا بالنسبه لي. اولا بتعمل انسجام مع اللعيبه غير الدوري المصري بكتير، يعني الدوري المصري ده بروفا لبطوله افريقيا، يعني احسن يعني تمرينه صغيره بشكل عام او بتحقق فيها باتشيكو الاداء المطلوب من لعيبته عشان يبقى موجود في الصوره في مباراه افريقيا. اعتقد ان دي مهمه جدا وحققها باتشيكو بجهاز المعاون بالنسبه لمباراته الاولى مع مازيمبي. هنيجي بقى نتكلم عن نادي الزمالك. الاستقرار اللي حصل في المباراه اللي حصل فيها انتهاء ضربات الجزاء الاخيره، كانت نادي الزمالك كسب اخر مباراه ليه وكانت وصلت مع بيراميدز 3-3 وسط المباراه النهائيه، ما حدش كان متوقع كم الاهداف دي. كانت مباراه سسبنس كلها اكشن من اول دقيقه لاخر دقيقه، انت مش عارفه مين اللي هيوصل. لغايه لعبه الحظ او التركيز اللي عنده ثبات انفعالي يقدر يوصل للمباراه البر الامان. معتمد جمال هيئ نفسه نفسيا وطبع ده على لعيبته. صحيح، خرج من اللعيبه، اللعيبه عندها، بس هو خرج الحته النفسيه اللي فيها انا محتاج اخد بطوله، انا محتاج اكسب. وصل بده بلعيبته، وصل مباراه البر للامان. هيبقى ظاهر في الفتره دي اللي فاتت كلها تصحيح اخطاء، تجهيز لعيبه، الفه، انسجام، يبان بقى في مباراه بكره ان شاء الله. صحيح. طيب نتكلم عن مباراة النادي الأهلي، النادي الأهلي وميدزياما، يعني الفريق الغاني. يمكن مواجهات النادي الأهلي دايما مع الفرق اللي بتكون من غانا بيكون دايما النادي الأهلي يعني حظه أوفر وأفضل، وبيكون هو دايما ليه الكلمة العليا. لكن قول لي شايف اللقاء ده ازاي النهارده؟ يمكن أنا كنت مبسوط وبقول إن الفترة التوقف اللي فاتت دي أكتر واحد مستفيد بها هو كولر، لإعادة نفسه، لإعادة توازنه، لإعادة قربه من اللعيبة. هو كان تملي بيتكلم بشكلين، بيتكلم عن جماهير النادي الاهلي اللاعب رقم واحد، وبيتكلم عن هيو ده الاداء لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده. انا مش عارف التراجع ايه سببه. نمره واحد، في تراجع واضح قوي في مستوى البدني لعيبه النادي الاهلي. الشغل الفردي بقى هو يسود اداء النادي الاهلي اخر ثلاث مباريات، من اول ماتش المقاولين وبعد كده سيراميكا وبعد كده الجونه. جالك انذار شديد لجا ان حصل درون في مباراه الجونه، فوق نفسك وارجع للجماعيه اللي احنا حبيناها. ظهرت دي بنجاح في ايه؟ استعاده مستوى مروان عطيه في مباراه جيبوتي وسيراليون. الشكل العام اللي كان بيعمله، ربطه الميزان ما بين الخطوط وبعضها، تفوق الشناوي وتركيزه، كل ده بينطبع على اللعيبه. حتى امبارح رامي وهو بيتكلم في المؤتمر بيتكلم بنفس الاسلوب اللي كان بيتكلم بيه كولر قبل كده، وكرره الشناوي وكرره علي معلول وكرره محمد عبد المنعم وكرره نجوم النادي الاهلي. الفتره اللي جايه دي لكولر مهمه جدا. صحيح. القرب، لعيبه، الانسجام، الفورمه اللي هو مطلوب. انا لازم استدعي اسلوب البطل، البطل اللي هو من البدايه بقول مجموعه مش سهله، اكيد عندي افريكانز وعندي شباب بلوزداد، عندي دوشه، والشباب بلوزداد كسب امبارح. انا بريح نفسي من البدايه، بقول انا اول المجموعه عشان يبقى كل الناس عارفه ان النادي الاهلي هو خبره بطوله افريقيا وتحقيق التارجت المطلوب، بطوله من احد البطولات ان النادي الاهلي متعود عليها. طيب يمكن في الشهور اللي فاتت دي شفنا النادي الاهلي بيخفق في اكتر من بطوله افريقيه، منها السوبر الافريقي وكمان بطوله الدوري الافريقي الافريكان فوتبول ليج، ما قدرش ان هو يكمل وخرج على ايد سان داونز الجنوب افريقي. ايه اللي هيختلف النهارده؟ يعني كولر ممكن يكون قاعد مع اللعيبه اتكلم معاهم ازاي عشان ما يكونش فيه يعني بطوله افريقيه ثالثه بتضيع من النادي الاهلي في الموسم الحالي؟ قرب كولر اول لما جه النادي الاهلي كان قرب قوي، وكان بيشتغل معسكر اليوم الواحد وبيتكلم مع اللعيبه وبيقرب من اللعيبه قوي. اول لما حصلت المعسكر بتاع النمسا وكان في اول مباراه ليه بتاع اتحاد العاصمه، حسيت انا بالبعد. انا احد افراد النادي الاهلي اللي كنت موجود في الكيان ده، حسيت ان كولر
واثق في المباراه، باصص للمباراه رغم وجود الاتحاد العاصمه في الجدول السابع او الثامن او العاشر. نفس الكلام احنا هنشوف النهارده ميدياما الغاني رقم 8 صحيح، استبعد 12 لعيب، استبعد 12 لعيب من قائمته واستدعى 10 منهم 9 لعيبه من غانا ولعيب من زيمبابوي، احد نجوم فرقه سان داونز، لاعب 41 مباراه دوليه. ده مهم يتحط في الحسابات، عنده الجنب الشمال، راجل طريقه لعب واضحه رغم انه بيلعب في مساحات صغيره في غانا، بيلعب 5-4-1 يعني. وبعدين اول تصريح ليه ادوني يقول لك انا هاجي اكسب النادي الاهلي والنادي الاهلي مش هيكسبني. انت عندك حاجتين، بتتعامل بالعامل النفسي، تضغط على لعيبتك وبتقول للخصم انا جاي، بيقول ان النادي الاهلي ده مش ملعبه، ان هو بيلعب في استاد السلام، يعني الملعب غريب بالنسبه له. النادي الاهلي من البدايه 4-5 وده حق النادي الاهلي ان هو يحقق دوت، والنادي الاهلي بخبراته بامكانياته الفرديه والجماعيه يقدر يوصل للمطلوب ويبعت الانصار شديد اللهجه من البدايه انا داخل احقق البطوله وببص الملف مباراه على مباراه بمكسب من البدايه اذا كان بره او جوه. صحيح. طيب خلينا نتكلم برضو زي ممكن نكون بنتعامل مع فريق زي ما قلت لي كده، هو فريق يعني بالنسبه للكره المصريه هو فريق حديث العهد في البطولات الافريقيه، مش معروف قوي وما نعرفش عنه كل التفاصيل، ازاي ممكن مارسيل كولر يكون بيحضر للمباراه اللي زي دي؟ بصي اول حاجه كمان مع وجود غيابات كبيره النادي دوت انشئ 2008 اكتر حاجه ليه الاحترافات اللي موجوده في مالطا، تمام، اللي بيحصل تبادل يمكن عنده 8 لعيبه ولا من 12 لعيب طلع منهم 8 الاحتراف في مالطا، الاستثمار الاحترافي اكتر منه ان انا بعمل فرقه، وصل ان هو دلوقتي اول الدوري الغاني، فده انا حققت البطوله قبل كده، خدت بطوله الدوري الغاني. مطلوب ان كولر يحترم ده، يحترم وجهه نظر المدير الفني، يحترم وجهه نظر اللعيبه، ومن البدايه بعرف ادوني مين هو النادي الاهلي. انت ممكن تكون بتتفرج عليه بتشوفه اول مره تلعب قدامه، يمكن في احد القنوات فيليكس امبارح كان بيقول هو المفروض ما يقولش كده، يقول ان انا هحاول اخد من النادي الاهلي بونت عشان اما يجي ملعبي. انت بتقول انا جاي اكسب النادي الاهلي، حاجه من الاثنين. كولر غريبه تصريحاته الى حد ما يا كابتن، خصوصا احنا شفنا مثلا لو بصينا على فريق سان داونز الجنوب افريقي كان دايما لما بيجي المدير الفني بتاعه يتكلم عن مكوينا يتكلم عن النادي الاهلي، كنا بنشوف ان هو بيتكلم عن النادي الاهلي كبير افريقيا، صعب المباراه صعبه، احنا جايين نقابل البطل، احنا مش عارفه ايه. فالموضوع بقى لما تلاقيه على الجانب الاخر بنشوف مدير فني جاي بيقول احنا رايحين نكسب النادي الاهلي، كان الموضوع يعني سهل وفي المتناول، مش ده مقلق شويه؟ مش احنا لو رجعنا بالزمن كنا بنشوف موسيمانا لما كان بيتكلم مع فايلر يقول لك انا جاي لاعب بطل افريقيا وانا لو خدت الدورين ابقى مبسوط، ده احد اساليب الحرب النفسيه اللي بيتعامل بها المدير الفني. يعني يمكن في مباراه من المباريات الاوروبيه اللي شفناها الارجنتين والبرازيل قال لك ده مجرد ان ميسي سحب الفرقه بالكامل ودخل غرفه خلع الملابس واتكلم مع رئيس الاتحاد فقدوا التركيز. ده عملوا كل حاجه في الكوره، هم عندهم يعرفوا انا اتعامل شكلا ان انا مش عايزك ادي عشان جماهيري، بس موضوعا في الملعب انا مركز من اول دقيقه لاخر دقيقه. ده اللعيبه بتاعت النادي الاهلي. بصي انا مجرد ان مدير فني كولر بيعمل كل حاجه وبيتكلم في سبوره او بيتكلم في شرح في خطه معينه، مين اللي بينفذ؟ اللعيبه. انا مش هنزل اقول لك تنفذها ازاي، الاليه اللي انت هتطورها انت عندك الاليه بتاعت الشرح بطريقه لعبي، بس الابتكار والتطوير والاحترافيه عندك انت، مش هقول للعيب تروح ازاي تراوغ ازاي تروح للمرمى ازاي. كولر استفاد من التوقف، استفاد من الجماعيه، استفاد من تصحيح الاداء، استفاد بارتفاع مستوى الجزء البدني، ده هينطبق النهارده تطبيقاته هي اهداف عشان ارجع تاني ان الجماهير تقول لك الاهلي كان مضغوط لعدد المباريات، انت هتشتغلي 5 ماتشات بالظبط في 8 ايام، صح، هتلعبي السبت 3 سبت 4 2 بعد كده هتسافري، غير انك انت عندك ارتباطات دوليه اذا كان منتخب اوروبا او منتخب كبير، ده كله ضغط على النادي الاهلي. وفي نفس الوقت المدير الفني اللي شغال بقى محدش شايفه في هدوء خالص هو كارلوس برينجير، بيكتب له تصاريح عن اللعيبه الناشئين اللي ينفع تتصعد للدرجه الاولى وتستمر معاه، مش مجرد ان هي بتطلع تتشاف، لا انا برفع تقرير للمدير الفني وانا احد المديرين الفنيين اللي انت جايبني عشان اطور لك الحتة الناشئين للتصعيد للدرجه الاولى عشان اخد من لعيبه النادي الاهلي، ان السنه دي هيبقى 85 مباراه، السنه اللي فاتت كانوا 65، دي السنه دي 85 مباراه لازم تشارك لك على الاقل زي ما عملت السنه اللي فاتت 34 لاعب. صحيح. طيب خليني اسالك عن الطريقه اللي ممكن نشوف كولر بيلعب فيها النهارده او يلعب بيها النهارده قصاد فريق ميدياما، ممكن يكون بيلعب باي طريقه؟ هل هيغير من طريقته من شكل الفريق؟ وكمان لو اتكلمنا عن بعض العناصر اللي ممكن يستعين بيها او اللي هو يعتمد عليها، مين ممكن يكونوا الاثنين قلبين الدفاع؟
بصي، اول حاجه كولر تمام لما بيجي يتفرج على اي فرقه بيجيب فلاشه بيقعد يشتغل وبيعمل تحليل اداء لاداء الفرقه اللي قدامه. الشكل العام على المباريات اللي اتلعبت هو الراجل شغال 5-4-1. كولر طريقته ما بتتغيرش 4-3-3 على الورق، وبعد 10 دقايق بيحول طريقه اللعب ل 4-1-4-1. اللي كان منجح الطريقه دي مروان عطيه، كان بيعرف يعمل ربط في الخطوط كلها. لو انت هاجمت بفرود واحد واديتي مساحه ان يحصل كثافه عدديه في نص الملعب عشان النادي الاهلي ما يستحوذش على اجواء المباراه، هتشتغلي 2-3-4-1. القادمون من الخلف غير مراقبون، يعني هاوي كهربا تحتيه بقى الاربعه اللي هم حسين وديانج ومروان وامام اللي هم غير مراقبين، وبستعمل محمد هاني وبستعمل كريم الدبيس، وبدي اريحيه ان الليبرو المقلوب اللي عملها اول واحد مانويل جوزيه هو مروان عطيه، تحتيه رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم. صحيح. طيب خلينا برضو نرجع على التصريحات الخاصه بمدير الفني لمديامه وكمان المدير الفني زي ما كنا بنتكلم عنه لسان داونز الجنوب افريقي. الفرق ما بين المدرستين فرق ان انا جاي انا عارف اني هكسب، والنادي الاهلي انا جاي مش فارق عندي انا بقابل مين، ولكن انا متاكد اني هقدر اني اخد نقاط اللقاء ده، واني لا انا رايح اقابل البطل، لا انا رايح اقابل فريق كبير. بتشوف انهي مدرسه هي الافضل وانهي مدرسه يعني ممكن نكون بنشوف منها او بنستشف منها ان المدير الفني ده فاهم كويس قوي هو جاي يعمل ايه؟ بصي، مدرسه صن داونز مكوينه كان شغال ايام موسيماني، وكان شغال في المدير الفني اللي موجود دلوقتي لفرقه صن داونز، بيشتغلوا بطريقه معينه. 10 كشافين على مستوى اوروبا بتشتغل في امريكا الجنوبيه وامريكا اللاتينيه، وبيشتغل شيلي وبيشتغل في البرازيل، بيجيب له لعيبه معينه. يعني في بطوله من البطولات كانت على كاس دي بروين، لاعب عنده 16 سنه شارينه اسمه مولينا شارينه بمبلغ بسيط جدا، في اثناء البطوله اتباع ب1.5 مليون دولار. يعني هو ده الاستثمار. ان انا بدور، لو تاخدي بالك اللعيبه المحترفه اللي موجوده في صن داونز هتلاقيه من شيلي، من البرازيل، هتلاقيه من امريكا، يعني عندهم الجزء المهاري. صح. وهو راجل شغال بنفس المدرسه رغم صغر سنه، ان هو اشتغل مدرب مساعد فتره طويله، فكل سنه صغير جدا عنده 36 سنه 36 سنه بكرر نفس السيناريوهات اللي انا كنت فيها مدرب مساعد هبقى فيها مدير فني، وهي اللي ناجحه. الاسلوب والتطور والجماعيه واللعب في ملعبك زي بره ملعبك، انت بتنفذ المطلوب ليك بالذات. احترامه لاسم النادي الاهلي خلاه خد خبرات، والمره دي هو عارف يعمل ايه من المباراه، رغم ان هو ما كسبش 5، كسب 1-0 بس عارف يقفل المباراه على النادي الاهلي في مصر. دي حاجه. الحاجه الثانيه فروق بقى الفكر وفروق الاداء وفروق الملاعب وفروق اللعيبه وامكانيات اللعيبه ما بين ادوني وما بين مكوينا، ما بين ميديام الغاني وما بين صن داونز. هناك كوره وشكل واسلوب، اللي سافر جنوب افريقيا الكوره وشكلها والملاعب والاداء، وهناك احنا بنتفرج امبارح في لقطه من اللقطات قلت مركز شباب غانا، الملعب ده 11 لاعب في مكان قد كده، شكل اللعيبه والاسلوب هو بيحاول ينتعش ده، حتى لو ظهرت العلامات بتاعته هتبقى ظاهره في اليونيفورم اللي اشتغلوا بيه، نفس لون يونيفورم الاداء بتاع الملعب اللي هو الزي الرياضي هو نفس الزي بتاع الخروج. عايز يدي ايحاء للنادي الاهلي ان انا ملتزم، انا جاي، انا ملتزم من اول ما سافرت من غانا لغايه ما جيت القاهره، شكلا وموضوعا في الاستقبال هنا وفي نفس الوقت في الاداء داخل استاد السلام. طيب خلينا برضو نتكلم عن علي معلول وغيابه وما تأثير غيابه عن النادي الأهلي في مواجهة اليوم قصاد مديامة. هل هيكون الدبيس هو البديل الأنسب؟ هل هيقدر يعوض غياب علي معلول؟ مش هكون انا موجود هنا في مصر وهلعب، اما انا استعملت خالد عبد الفتاح في مباراه الجونه عشان اخد حاجه معينه منه في الحته الدفاعيه، لا، كريم الدبيس في الفتره اللي فاتت اشتغل على مراحل معينه بيزيد. واضح احساسه في الملعب، ثقته، قرب اللعيبه الكبيره ليه، رياحيته انه يؤدي بالطريقه اللي هو عايزها، كل ده هي دي الخبرات اللي هيستعملها كريم الدبيس رغم صغر سنه عشان يكون موجود. انا متاكد انه هيبدا بيه النهارده عشان هيقدر يعمل الحته الهجوميه والحته الدفاعيه. الحته الدفاعيه مش هيبقى على النادي الاهلي هجوم كتير قوي عشان مروان هيميل على الحته دي ومعاه محمد عبد المنعم، اما الحته الهجوميه هي الربط ما بينه ما بين يا اما احمد عبد القادر او بنسبه 90% حسين الشحات. ده مهم جدا ان هو اشتغل على نفسي. اللي هيخلي كريم كويس قوي لو هو ربط مع امام عاشور. صحيح. الحاجات بقى اللي فيها السروهات والحاجات اللي فيها البصير الهايل اللي زي امام يقدر يشتغله في الحاجات دي، الحاجات الطويله اللي بيعملها محمد عبد المنعم. كريم على مدار كل احتكاكه في كل المباريات بتديله خبرات، الخبرات دي من استمراريه اللعب، ماتش في ماتش في ماتش. احنا شايفين محمد اشرف في زد دلوقتي زاد بوضوح، الكلام دوت كان من البدايه متجهز من ايام موسيماني، وبعد كده
طور له الاداء كولر، فما راح عجهز في وجود مع صحيح. استعمال مدير فني ذكي زي كابتن مجدي عبد العاطي، خلاه يعمل اللي هو عايزه. اكيد. طيب خلينا نتكلم يعني بالاخص عن مركز الظهير الايسر الباك ليفت في نادي الاهلي وعلي معلول، وكمان مع يمكن تراجع مستوى علي معلول بعض الفترات، وده طبيعي جدا بسبب عامل السن كريم ادبيسي وجوده. هل ده يغني النادي الاهلي ان هو يكون بيفكر ان يتعاقد مع لاعب اخر؟ لان احنا سمعنا في الفتره اللي فاتت دي كان في كلام كتير جدا يمكن مع يحيى عطيه الله، ولكن الكلام توقف بسبب عدم وجود اماكن فاضيه جوه النادي الاهلي لان احنا نسجل لعيبة أجانب. برضو في كلام عن لعيبة محلية، شايف الملف ده الأفضل فيه يكون فيه إيه؟ بص الملف ده عشان نريح دماغنا من الموضوع، علي معلول اسم كبير، كم اشتراكاته مع النادي الأهلي في كم وجوده في البطولات وارتباطه بمنتخب تونس لعب كتير جدا صحيح. يمكن النادي الأهلي عرض على علي أنه هو يعتزل دوليا عشان يقلل الضغط اللي هو بيعمله. انت بتبقى ماشية من مصر راح تلعب في تونس ورجع من تونس تلعب في مصر مباريات النادي الأهلي كل 3 أيام عكس ما هو كان قبل كده صحيح. انت عطيت الله لو هو موجود بيلعب مع فرقة الوداد ثم التجمع مع منتخب المغرب، الضغط على علي كتير. علي لعب مريحش خالص، طبيعي عضلاتي واعتمادي وان انا ما كنتش مجهز ده ما كنتش مجهز بديل لعلي في الفتره اللي فاتت من ايام موسيماني ولا ايام فايلر. كولر جه لقى الامر واقع فاستعمل خالد عبد الفتاح للاداء وليس للابداع، لو هستعمل كريم فؤاد للاداء سد الخانه، اما طبيعي ان انا محتاج لواحد اشول يزيد في المكان ده عنده من المهاره. هدي امتى لكريم الدبيس وهديله براح كبير يشتغل زي ما هو عايز؟ راجل 2003 راجل 2003 هو ده ايامه هو ده وقته كل استمراريته. انا بخليه سبير موجود في اسم كبير موجود عشان النادي الاهلي بيعمل بيحقق بطولات، فعايز يرضي جماهيره ومجلس ادارته ومديره الفني باسم كبير زي علي معلول، عشان انت هتقارني باستمرار ايا كان صغير او كبير هتقارني علي معلول باي اسم. يمكن حضرتك كنت بتقولي في الفاصل هشام بكار بتاع الاتحاد المستيري، كل الناس بتتخيل ده زي ما الكابتن طارق دياب قال ان كريستو هو امل الكره التونسيه، لسه ما قدمش الاوراق الاعتماد في مصر صحيح. ان كولر طالب حاجتين، طالب الشق الدفاعي يعمل 100% والشق الهجومي يبقى 300%. لغايه دلوقتي كريستو ومعاه الكوره بيأدي، اما من الحته الدفاعيه مش موجود عكس اللي بيستعمله مجدي قفشه. مجدي قفشه دلوقتي بقى بيستعمل الدفاعيه قبل الهجوميه، الهجوميه موجوده الدفاعيه هي اللي ما كانتش موجوده. فالمطلوب صحيح. ان كريم الدبيس يستغل الفرص دي ويفرض نفسه على الساحه ويقول للجنه التعاقدات انا اللي اكمل ومفيش حد يجي مكاني. صحيح. طيب خلينا نتكلم عن النادي الاهلي بشكل عام واحنا خلاص يعني داخلين على الانتقالات الشتويه، انتقالات يناير الشتويه. خليني اسالك عن رغبه النادي الاهلي في ضم اوفا مهاجم فريق ان بي، شايف يعني انضمام اوفا للنادي الاهلي هل هيكون يعني عنصر مهم بالنسبه للنادي الاهلي ومفيد لو انضم للنادي الاهلي في الانتقالات القادمه؟ بصي هو اعتقد ان كولر وميكيري وكارلوس برينجير بيختاروا وحطوا عملوا تفلتره لفروده اللي ينفع مع النادي الاهلي. انت عايزه فرود من انصاف الفرص، عايزه فرود بيجيب من 11 فرصه 13 فرصه، ايه ده زادوا 2 ازاي ده هم 11 بس؟ هو عايز كده، عايز عماد متعب تاني، عايز فلافيو تاني، عايز فيليكس، حسام حسن، ايمن شوقي، محمد رمضان، الاسماء اللي كانت بتجيب اهداف من انصاف الفرص، ده مش موجود دلوقتي في النادي الاهلي. اللي شغال مع النادي الاهلي كهربا مش فرود، وقبليه كان شريف ما كانش فيرود، وقبليه كنت بتستعمل برستاو مش فيرود، مودست لسه ما جهزت واقلمه وفرق السن اللي انت بتتكلم عنه اللي هو نبض الشارع المصري هيديني ايه؟ احنا شفنا منه بصيص نور وامل في الكوره والالتحام واستقباله للكوره وتغيير اتجاهه في مباراه الجونه واحرز هدف هايل. هل اللي جاي هيكمل؟ هل اللي جاي تمام؟ هل اللي جاي هيكمل؟ انت توصل في الفتره اللي جايه دي هو هيبان بقى انت خسيت، وبوضوح حاجه حصريه لشيما ما حدش يعرفها كتير. مودست في الفتره اللي خد فيها النادي الاهلي اجازه لمده 8 ايام بعد مباراه الجونه، مودست سافر المانيا وجاب المحلل الاداء والمدرب الخاص بتاعه اللي كان شغال معاه في بروسيا دورتموند، اشتغل معاه على فترتين. ادي واحد. اتنين، الفتره اللي فاتت دي كلها مودست كان موجود في احد الفنادق في القاهره، دلوقتي جابوا له شقه فاتنقل فيها من 3 ايام، فبقى فيه عرف اسم النادي الاهلي وعرف قيمه المكان اللي كان جاي له. انا كنت بلعب في المانيا بروسيا دورتموند بكل اديت اداء، ويمكن هنا هلعب بنص مستواي هادي، لا جه لقى الموضوع صعب ولقى الجماهير ولقى صح. الالتفاق حوالين انك انت تبقى نجم هتكمل هنا نفس نجوميتك اللي عملتها في المانيا، فابتدى يعيد حساباته. انت لو شفتيه خس بوضوح وبقى عنده رشاقه غير طبيعيه. كان عنده مشكله في الوزن الزايد؟
كان في 8 كيلو او 9 كيلو، انت دلوقتي وصل بيه الاداء نزل ال 6 7 كيلو دول مع تطوير ادائه، ان انا جبت مدرب خاص بيا اللي كان شغال معايا في بورصه دورتموند يشتغل معايا فردي وانا في المانيا. الناس كلها خدت الاجازه، واللي راح المعسكر راح، واللي راح ارتباطه مع المنتخب بتاعه من كولر سافر كمان، هو راح اشتغل على نفسه عشان يجي يرد صحيح. الجميل للنادي الاهلي. اذا الفتره القادمه ممكن نشوف ان مودست بشكل مختلف مع بدايه بقى مباريات الدوري المصري الممتاز ويكون رجع كمان. ده الرهان اللي ما بين كولر في اداء مودست عشان يقنع بيه جماهير النادي الاهلي، ده الرهان اللي كولر بيشتغل عليه. انت ما عندكيش وقت ان تلعبي كاس عالم الانديه الفتره صح. اللي جايه فاضل لك ايام، فبتجهزي. يمكن هو عنده الشده في العضله الضمه كان ممكن يبدا النهارده، هو وفر اداؤه وخلى الراحه كويس عشان عنده سموحه يوم الثلاث، يبقى بيديله احساس في وجوده في الملعب عشان ما يخرجش بره اجواء التركيز كفيرود النادي الاهلي بيعتمد عليه. صحيح. لسه برضو مكملين الكلام معنا الميركاتو الشتوي بالنسبه للنادي الاهلي واهم العناصر اللي اكيد النادي الاهلي بيكون محتاجها عشان يقدر ان هو يكمل في المنافسات الكتير جدا اللي بياخدها في الفتره الحاليه سواء محليه او افريقيه. خليني اسالك، ايه المركز اللي ضروري يتم تدعيمه في يناير القادم؟ بصي، هما ثلاث مراكز عشان النادي الاهلي مش هيدور على حاجه كتير. واحد في قلب الدفاع يجيد الاداء، يعني محمود متولي لو جهز النادي الاهلي مش محتاج حد. ان الراجل بيعتمد على اللي بيحضر من تحت من اداء محمد عبد المنعم ومحمود متولي. مين تاني مناسب للنادي الاهلي من الدوري المحلي؟ بصي، انا قلت اسماء كتير. في ناس قالت اسامه جلال، في انا قلت محمد اسماعيل سردباك زد بنفس سن محمد عبد المنعم، بنفس الاداء، مش بيخاف، جريء. انت بتقيسه ازاي؟ بتقيسه في ناديه، مش بتقيسه لو جه النادي الاهلي. هو ما عندوش خوف وهو موجود في زد، اما هيجي النادي الاهلي هتديله ثقه اكتر. ادي واحد باك ليفت كويس يسد الخانه بتاعت علي معلول، ولاعب نص ملعب وفيرويد. انا محتاج الاربع لعيبه دول. لاعب نص ملعب اللي هو ايه بقى؟ انت دلوقتي محتاره، قالوا ديانج بيلعب 6 ولا 8. هو النادي الاهلي مش فيه يعني عدد وفير من اللعيبه اللي بيلعبوا في وسط الملعب. هل النادي الاهلي لسه محتاج للاعب؟ لا، هو انت دلوقتي بتتكلمي مثلا باللاعب محمد هاني، مين بيلعب في المكان ده ناحيه الباك رايت؟ انت فكرتي اكرم وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح. طيب انا هحتاج اكرم بستعيده في نص الملعب يلعب 6. طب ديانج مش بيديني 50% 6 وما يدينيش 50% 8 بيعوضي حمدي فتحي. ركز في حاجه، انت ما بتلعب في الحته دي يبقى انت خلاص امام خلاص دي حتته اللي هو 8 اللي بيزيد. ديانج كمان بيزيد، الربط ما بين ديانج وبرستاو وهاني قل في الماتشين اللي فاتوا، كان قبل كده موجود في مباراه مصر وشفنا اداء رائع عشان الجزء الخططي كان في تطور من كولر واضح. برستاو كهربا هترجع تاني، كهربا كان موقوف اخر مباراه ليه بعد سموحه ويرجع من مباراه الدوري في الايقاف. هرجع للاسلوب اللي انا فكرت بيه، كهربا قعد 457 متعطش اللعب، اما ادى كافئ كولر وخد هداف افريقيا وعمل اللي هو عايزه. انت الفتره اللي فاتت بقى لازم تقول للناس كلها مش لكولر بس، ان انا كان تركيزي اما ارجع ابقى زي ما انا نهيت البطوله اللي انا لعبتها الموسم اللي فات، اذا كانت افريقيا ولا الدوري العام. صحيح. طيب عندنا بعض الاسئله كده السريعه، يعني فقره اسمها لو كنت، فخليني اسالك كده اسئله وترد عليا بطريقه سريعه. خليني اقول لك، لو كنت مكان احمد فتوح كنت هتعمل ايه؟ تنتقل لصفوف النادي الاهلي، تعتذر لمسؤولين نادي الزمالك وتكمل مع النادي، ولا تنتقل لاحد الانديه الخليجيه؟ طبعا هو زي ما احنا عارفين عنده عرض من الدوري السعودي. عرض النادي الاهلي واعتذر لنادي الزمالك. هتمضي للنادي الاهلي وتعتذر؟ اعتذر لقيمه مجلس الاداره، مش مجلس إدارة ما قبل، مجلس إدارة ما بعد، تقديرا لأسمائهم، وامضي النادي الأهلي وأدور على الحرية. لأن في بقى في فجوة ما بين فتوح والجماهير، بقى في مشكلة، بقى في الناس مش قادرة تقتنع إن فتوح هيرجع يأدي، مع إن الموضوع أبسط من كده بكتير. أنا عايز أكون أقول للإحترافية تمشي في مصر زي أوروبا. انتقلت من برشلونة رحت ريال مدريد، الموضوع سهل، زي ما أنا شايف دلوقتي مبابي بيفكر في ريال مدريد أكتر من باريس سان جيرمان، يبقى الموضوع ما فيهوش ما يبقاش شائك، ما يبقاش فيه مشكلة. اللعيب حريته عايز فين عشان يؤدي المطلوب. صحيح. فانا بقول اعتذر لمجلس اداره نادي الزمالك واوقع للنادي الاهلي. طيب خليني اسالك لكن بعد الفاصل، ليه ما يكونش الاحتراف يعني واحد من الاوبشنز اللي قدامك لو انت كنت احمد فتوح؟ بس نطلع الاول لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي فقرتنا هنا في صباح اون تايم، خليكم معانا.
رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا هنا في صباح اون تايم، ولسه اكيد منورنا ضيفنا النهارده كابتن عمرو الحديدي نجم نادي الاهلي السابق. يا كابتن منورنا، صباح الفل عليك مره ثانيه. يمكن قبل الفاصل كنا معاك في فقره لو كنت، قلت لك لو انت كنت مكان احمد فتوح كنت هتعمل ايه، واديت لك ثلاثه اوبشنز، قلت لك لو كنت مكانه هل كنت تمضي للنادي الاهلي، تعتذر لنادي الزمالك، ولا تحترف في احد الدوريات الخليجيه. زي ما احنا عارفين طبعا ان احمد فتوح جاله عرض من نادي في الدوري السعودي تحديدا نادي احد، فرديت عليا قلت لي هعتذر لنادي الزمالك، لمجلس اداره نادي الزمالك، لمجلس الموجود اداره نادي الزمالك، ووقع للنادي الاهلي. ووقع للنادي الاهلي، ليه الاحتراف ما كانش من ضمن القرارات اللي ممكن تاخدها؟ هقول لك على حاجه، الاحترافات اللي انت حضرتك هتوجهها لي يبقى في اوروبا. يعني ما محمد عبد المنعم متعرض عليه كتير، اوروبا فكري، سنه صغير، امكانيات فتوح. يا جماعه انا قلت قبل كده احسن لعيب في مصر، احسن باك ليفت في مصر، مهاريا بيبعد بيأديك، يعني ماتش بجيبوتي انت شايفه مش الاسم الكبير بس اداؤه. امكانيات فتوح اللي احنا شفناها في اشرف حكيمي نجم منتخب المغرب ونجم باريس سان جيرمان، عمل مباراه عليه اكثر من رائعه. يعني كنا بنقول اشرف حكيمي هو اللي ماسك فتوح، الاداء والاسلوب والربط والامكانياته كانت في المنتخب الاولمبي مع الكابتن شوقي، لعيب كبير امكانياته تبان في اوروبا، انه راجل مهاري بالبلدي احنا بنقول عليه هو بقى ايه نجم كوره، ليها لفظ معين بنقولها ان هو ايه صايع كوره، بيعمل كل حاجه في الكوره، امكانياته واسلوبه لعيب كوره كويس، بيعرف يفصل ما بين الامور الخاصه بيه اللي بتخليه يفصل من الكلام والهجوم اللي عليه، وفي نفس الوقت بيأدي في الملعب وبيقول للناس مهما الكلام بيقول لي، مهما الكلام بيتقال عليا، انا تركيزي في الملعب هو اللي بيخلص كل الالسنه وبيخليني ادائي واضح في المنتخب بالذات. حتى لو كان العرض المادي اللي جاي له من احد الدوريات الخليجيه عرض مادي كبير، طبعا احنا عارفين مثلا لو هياخد له $1.5 مليون ده يعني مبلغ كبير جدا عمره ما كان هياخده هنا في الدوري المصري. في النهايه برضو انا بحس ان لاعب الكوره وفي الاخر ده شغله، دي مهنته، وهو دايما بيكون في حاله قلق وخطر، ممكن يتصفى اي وقت، يعني لا قدر الله ممكن ما يكملش كوره، ممكن ما يحصلش مش عارفه ايه، فدايما بيكون يعني بيبصوا قدامهم، بيبصوا تحت رجليهم. انا هقول لك على حاجه، اخر الحاجات اللي احنا شايفينها قربت من الدوري السعودي، شفنا مين اللي في نهايه عمره بيبطل في السعوديه، شفنا طارق حامد وحجازي، يعني عدوا الثلاثينات بيفكروا بقى ان انا افنش، كريستيانو رونالدو، بنزيما، كانتي، كل الاسماء اللي موجوده، ساديو ماني، الاسماء دي كلها موجوده، نيمار اصابته زي ما حضرتك بتقولي وهم تكفلوا بان هو يكمل كل الفتره دي وياخد كل فلوسه. انت التطور فتح صغير مع عبد المنعم جاله عرض كبير جدا في السعوديه، قال لك اوروبا، احنا فرحنا لما قلنا احد الكشافين بتوع ليفربول كلم محمد صلاح بعد ماتش سيراليون امكانياته ايه، قبليها في ماتش الوداد محلل الاداء بتاع بايرن ميونخ اتكلم مع مكيري محلل اداء النادي الاهلي، هو تونسي زيه، قال له ده اللي كورته تنفع في المانيا. هو ده المطلوب، ان انا صحيح. عدد اللعيبه بتاعتي تنتشر من صغر سنها تبقى في اوروبا سنه واتنين، خد الامكانيات والثقه اللي احنا شايفينها دلوقتي صحيح. تكمل مسيره محمد صلاح. طيب لسه مكملين معاك في فقره لو كنت، لو كنت واحد من مسؤولين النادي الاهلي كنت هتعمل ايه في ملف عمرو السوليه؟ كنت هتجدد لعمرو السوليه؟ ما تجددش لعمرو السوليه، تجدد ليه وتعيره لنادي اخر. الثالثه هي الثابته، اجدد لعمرو السوليه اسمه وكيانه واللي النادي الاهلي خده من عمرو السوليه ونجوميته، ان انا هستعمله عمرو السوليه في حاجتين، اسم كبير هستفاد فيه في الحته التدريبيه او الاداريه، ان هو راجل ليه كيان كبير في الملعب زي الشناوي وعلي معلول، ليه اسم وليه صوت وليه معامله وتوجيه للاعيبته، قائد من الاسماء الكبيره اللي تنفع في اسم في كيان النادي الاهلي، يبقى انا اجدد له ويكمل معايا لغايه كاس العالم الانديه، وفي شهر واحد يتم اعارته لاحد الامور الدوليه الخاصه بفرق العرب يستفيد ماديا ويرجع النادي الاهلي من اوسع الابواب، ونفس الكلام لعلي معلول. طيب اخر سؤال، لو كنت احمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز تكمل مع بيراميدز تروح لنادي الزمالك ولا تحترف في دوري من الدوريات الخليجيه؟ لا هروح نادي الزمالك عشان انا هرجع بيتي بقى باقتدار، نادي بيتي محتاجني في الفتره ديت، انا خلاص بقوم اللي على الساحه، الاسماء اللي موجوده محمد الشناوي واحمد الشناوي وصبحي وعواد هم الاربعه وابو جبل، انت راجع نادي الزمالك من اوسع الابواب بطلب المدير الفني اللي موجود، اذا كان الكابتن احمد سليمان اللي ماسك الملف او الكابتن حسين السيد او الكابتن معتمد جمال، في الاخر انت مطلوب ومرغوب فيك انك تيجي تكمل صحيح. وتنهي حياتك في نادي الزمالك. صحيح.
كابتن، بنوصل لنهاية حلقتنا النهاردة وبنروح نستعرض آراء الجمهور أو ردود الجمهور اللي ردوا على سؤال حلقتنا النهاردة، مين ليقود هجوم النادي الأهلي النهاردة قصاد فريق مدامة في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا؟ سريعا هنستعرض مع حضراتكم الإجابات اللي وصلتنا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة أنتاي سبورتس. محمد أنور بيقول صباح الخير عليك يا شيمة، يقود الهجوم هو أنتوني مودست، لكن أنتوني مودست مش متواجد لأن هو عنده إصابة لسه يعني ما تمش الشفاء منها بنسبة 100%، ولكن يعني قد يكون موجود مع بداية مباريات الدوري المصري الممتاز. محمد النادي بيقول صباح الخير، يقود الهجوم محمود عبد المنعم كهربا. وأحمد أفشا بيقول صباح الخير يا شيم، أتوقع محمود عبد المنعم كهربا هو ليقود هجوم النادي الأهلي. وأحمد عبد الحميد بيقول صباح الخير، من وجهة نظري كهربا وصلاح محسن هم أنسب حد. كابتن عمرو الحديدي اكيد نورتنا النهارده وسعدت جدا بوجود حضرتك معانا، واتمنى لك اكيد يوم سعيد. ربنا يخليك يا شيماء، انا كنت مبسوط مع حضرتك، ربنا يكرمك. بشكرك جدا على وجودك معانا. مشاهدينا بنوصل معاكم لنهايه حلقتنا النهارده، ان شاء الله عندنا ميعاد بكره في نفس التوقيت الساعه 10 الصبح حلقه جديده من صباح اون تايم. اشوفكم على خير.